ده ليسون فور اللي هو ليميت باي فورمولا. انا ممكن اعوض تعويض مباشر في الفانكشن ويطلع لي رقم، يبقى خلصت. ممكن اعوض يطلع لي رقم على زيرو، بقول له ما فيش ليميت. ممكن يطلع لي ان سبيسيفاي كوانتيتي وهقول عليها اللي هي زيرو على زيرو، وساعتها بنحاول مثلا الفاكتورايزيشن، بنحاول مثلا اللونج ديفيشن. ممكن الفاكتورايزيشن واللونج ديفيشن هما الاثنين ما ينفعوش، ساعتها في طريقة جديدة اللي هي الفورمولا. تعالوا نشوفها سوا. عندي هنا تو رولز، اول واحدة اكس باور ان ماينس اي باور ان اكس باور ام اوفر اي باور ماينس اي باور ام. هناخد البيز اللي هي اي، وقبليها بنحط الباور ان اوفر ام طبعا ديفايد، بعد كده ان ماينس ام، ده يعتبر ماينس ده اللي هو الباور الجديد بتاعها. ممكن يبقى في صورة ابسط، بيقول لي هنا اكس باور ان ماينس اي باور ان اوفر اكس ماينس اي واكستند تو اي. هناخد اي باور ان بس، كفاية عليا. تمام، هنحط الباور على السطر هيبقى ان، والاي هنقص من الباور بتاعها 1 تبقى a باور n ماينس 1. ده كل الموضوع. الفورمولا سهلة بس نتدرب. ادي اكزامبل 16، هنا x باور 8 و ماينس 1 x باور 5 ماينس 1. مفيش مشكلة لو انا ال 1 واقف فوق وتحت اديتهم نفس الباور 8 و 5 برضو. طبعا منساش التعويض المباشر، هيديني 0 على 0 لازم اعمله في البداية. زيرو على زيرو، نحاول اي حاجة. الفورمولا محتاجة ترمين فوق وتحت، اتنين فوق واتنين تحت. فبنقول في الاكزامبل دوت عوضت وطلع لي زيرو اوفر زيرو. تمام، فالوان هعمله باور ايت فوق وباور فايف تحت، يبقى ناخد ايت اوفر الفايف، والوان بينزل، وهنعمل 8 ماينس 5. الوان هو البيز بتاعتي طبعا، اعتمد عليها. بالظبط كده. يبقى الوان بيز، وقبله هناخد 8 اوفر 5، وفوقيه ناخد 8 ماينس 5، والفاينل يطلع كام بالكالكوليتر؟ 8 اوفر ال 5. اكزامبل 17، ادي الشكل بتاعها، وهنعوض تعويض مباشر، نطمن انه 0 على 0، وهنبدا نظبطها. يعني مثلا 6 باور 64 اللي انا شايفها دي، وال 16 اخليهم زي اخواتهم باور 604. يبقى 2 باور 6 و 2 باور 4. نشتغل بقى على 2، لازم يكون الباورز فوق متساوية، 6 6 وتحت كمان 4 and 4. نركز بقى على 2. أيوة، وهيبقى هنا الباور 6 و 4 في ديفايدد قبليها، وهنعمل ماينس فوقيها، ويطلع الفاينل كام بالكالكوليتر؟ يطلع 6. كمان اكزامبل 18 نشوف كده. طبعا ادي الفانكشن بتاعتي اكس باور 3 اكس باور 5، لازم اللي جنبها يتعمل باور 3 باور 5 ماشي، والاشاره كمان. نركز على النيجاتيف 3 اللي هي بعد السهم، يبقى 27 و 243. انا هعملهم نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 بس باور 3 فوق وباور 5 تحت. اشتغلها بالكالكوليتر، لو انت مش مصدقني اشتغل بالكالكوليتر. هتلقى دول هيدوا لك زي ما هم 27 و 243. لازم اشارة ماينس طبعا ما بينهم فوق وتحت غير النيجاتيف.
نركز بقى على نيجاتيف 3 والباورات 2 اند 5. نيجاتيف 3 تنزل و 3 اند 5 نعمل ديفايد قبلها، نعمل ماينس فوقيها، والفاينل بالكالكوليتر 1 اوفر ال 15. نخش على الاكزامبل 19، ادي الشكل بتاعها. طبعا في رول بيخوفني هو، يعني ما بخافش انا. هنا اكس طبعا في الاول زي السهم اللي في الاول، وروت 5 لازم الاتنين دول يظبطوا روت 5. عملت روت 5 باور 4 مكان ال 25، وعملت روت 5 تحت باور 5 مكان 25 روت 5. نشتغل ازاي بقى؟ الشكل اللي انا شايفه ده هقول روت 5 هي الاساس، ناخدها نكتبها ونعمل ديفايد قبليها 4 مع 5 اللي هي الباورات، ونعمل ماينس فوقيها اللي هي 4 ماينس 5. تشتغل بالكالكوليتر والنتيجة بتاعتك اهي. طبعا الكالكوليتر الحديث بيكتب الروت على الشاشة، متخافش. خلص كده الليمت، خلاص خلصت. اكزامبل هنقول نمبر 20، سهل جدا. اكس باور 3 ماينس 1 واكس ماينس 1. كل اللي انا هعمله هنا هقول الونات دول هعملهم ايه، باور 3 فوق واللي تحت باور 1 عادي. البيز البيز بتاعتي اللي هي الون، طبعا بعد ما شكلتها فوق وتحت باور 3 باور 1 تنزل الون، وبعدين الباورات هيتنزل قبليها ونقص منها واحد يبقى 3 ماينس 1 هيبقى 2. احسب حساباتك تطلع 3. example 21 ادي الشكل بتاعها. طبعا لازم البلاس تتغير تبقى ماينس، وال 125 فوق وال 5 تحت تبقى نيجاتيف 5 ونيجاتيف 5، بس اللي فوق هعملها باور 3 عشان تبقى مظبوطة. لازم اللي بعد السهم ابص عليه اللي هو نيجاتيف 5 عشان اقدر اشوف اللي في الاخر دول هيتعملوا كام باور كام. يبقى انا عندي هنا الاشارات تمام، نيجاتيف باي نيجاتيف ترجع تاني بوزيتيف، يبقى كده انا مش هخاف بقى من حاجة، شغلي مظبوط. نمسك بقى الاساس اللي هو نيجاتيف 5، ننزله، وبعدين الباور 3 قبلها وباور سوري الباور 3 ينزل على السطر يعني، وباور 2 فوقيها لان انا نقصت 1، 3 ماينس 1 هيديني 2. احسب حساباتك والمفروض هيطلع لك 75، كله بالكالكوليتر طبعا. اكزامبل 22 ده شكلها، وادي اكزامبل 23 برضو. هما الاتنين فيهم تكة صغيرة كده. هنا مثلا هقول له عندي 4، الفور دي انا ممكن اطلعها كومن فاكتور، هيتفضل لي اكس باور 3 ماينس 27 تمام. الفور تنزل والكلام دوت ابدا اشكله من جديد، هيبقى 3 باور 3 وتحت زي ما هي. نركز بقى على 3 باور 3. الفور لازم تتكتب الاول، و 3 اخدها الباور 3 ينزل على السطر والبيز اللي هو 3، ونقص من الباور 1. احسب حساباتك هتطلع 108. example 23 عندنا تلت، ده لازم يطلع بره كومن فاكتور، هيتفضل لي اكس باور 4 ماينس ال 81. مش مصدق، اضرب 81 ملتبلاي ثيرد هيرجع لك تاني 27، واللي تحت طبعا زي ما هو.
ركز بقى على 3 باور 4 اللي هي بتاعت الـ 81، تبقى 4 و 3 باور 3، والتلت مكانه تحسب حساباتك تطلع 36. برضو بيهددني اكتر مدخل لي روت في الموضوع، بس الموضوع بقى سهل بالنسبة لنا. انت الفورمولا بالنسبة لك لو خدت شكلها خلاص انتهت. طبعا زي ما انتوا شايفين محتاجة خبرة شوية، ومحتاجة ذكاء منك. يعني مثلا هنا عندك الاكس باور 5 فوق، باور 1 تحت، ماشي، سبتهم زي ما هما. الروت 7 يبقى انا هكتب كده روت 7 فوق وتحت، بس هظبط الباورات بتاعتها. باور 5 و1 لازم الباورات تبقى متساوية طبعا فوق. هنا هيبقى تركيزي على روت 7 اللي هو البيز بتاعتي، هشتغل بيها. يبقى انا كتبت الفايف وروت 7 نقصت من الباور 1، يبقى هنا 5 و 4، يعني الباور 5 يبقى 5 و 4 ورا بعض كده. احسب حساباتك، يبقى 245. سوري، هنا برضو حاجة تضايق انه ايه مديني فراكشن فوق، ماشي، بس ده سهل ان انا اغيره. اكس باور 4 دي ممكن اطلعها على السطر تبقى اكس باور نيجاتيف 4، والناين لازم اعملها 3 باور نيجاتيف 4، واديني منيته زي ما هو مش هغيره. يبقى هنا الاولاني اكس، ويبقى التاني روت 3. طبعا اكس باور 4 عندي، والناين اديني عملتها اللي هي تعتبر 3 باور 2، او بمعنى اصح روت 3 باور نيجاتيف 4. اكس باور نيجاتيف 4 وروت 3 باور نيجاتيف 4، انا كده جاهز. امسك بقى روت 3 باور نيجاتيف 4. هنشتغل بيها. الباور لازم ينزل على السطر، وروت 3 هنقص منه واحد، خد بالك. نيجاتيف 4 تنقص منها واحد تبقى نيجاتيف 5 مش نيجاتيف 3. ايوه، انت بتنقص مش بتزود. والفاينل بتاعنا مفروض هيطلع نيجاتيف 4 روت 3 اوفر 27. ده يا سيدي اكزامبل 25، كل حاجة ايزي. بس انت حط الفورمولا في دماغك، واول ما يجيلك ترمين فوق ترمين تحت طبقها. تمام، والله المستعان، كله خير ان شاء الله. الاساسيات مهمة في الماس، زي النحو زي الجرامر بتاع اللغات اكيد. الله يعينكم جميعا.